فاكرين السنة دي عيد الفطر المبارك، شفنا أجواء كرنفالية جميلة لسكان مدينة بدر. مشهد كان في الحقيقة استثنائي بامتياز، مشهد كان متصدر صفحات السوشيال ميديا بعد حالة البهجة والسعادة. ده من كتر الفرحة دي يا بسنت. فرحت قوي. صحيح، للمرة الثانية طبعا سكان مدينة بدر بيواصلوا احتفالاتهم الكرنفالية في أول أيام عيد الأضحى المبارك. عشان كده كاميرا صباح الخير مصر هناك دلوقتي في بث مباشر عشان نشوف شكل الاحتفال المرة دي بعيد الأضحى عامل ازاي. المشهد هناك هينقله لنا زميلنا أحمد الحسيني. صباح الخير عليك يا أحمد، وكل سنة وانت طيب. صباح الخير يا شاجلي، صباح الخير يا بسنت، كل سنة طيبين. ومشاهدي صباح الخير يا مصر، ومصر كلها بألف خير يا رب. أول أيام عيد الأضحى المبارك النهاردة احنا هنا في مدينة بدر، احتفالية كبيرة، احتفالية أسطورية من بعد صلاة الفجر، وبدأ المصلين والمواطنين هنا من أهالينا في مدينة بدر يتوافدوا على الساحة اللي موجودة خلفي، وهي مساحة كبيرة جدا بتتوسط منطقة الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، والاحتفال كمان باحتفالات كرنفالية قام بها القائمين هنا في مدينة بدر بتنظيمها منذ أيام كبيرة. خلينا أقول لكم الاحتفالية كبيرة جدا، حوالي أكثر من 35 ألف مواطن جم صلوا هنا وبيحتفلوا دلوقتي هنا في مدينة بدر بالاحتفالات الكرنفالية بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك. فرحة كبيرة جدا وسط الأطفال والصغار والكبار كمان. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الاحتفال الكرنفالي وإزاي تم الاستعداد ليه من خلال ضيفنا اللي مشرفنا المهندس عمرو فتوح عضو مجلس أمناء مدينة بدر. باشمهندس صباح الخير، وكل سنة وحضرتك طيب وعيد أضحى سعيد. صباح الخير وصباح النور وصباح الورد وصباح الفرح والابتسامة والسعادة اللي شايفينها على وشوش الناس. طبعا مجهود كبير جدا بذلتوه هنا للاستعداد لطبعا تهيئة الساحة واستيعاب عدد كبير من المواطنين. يعني بدأتوا من امتى الاستعدادات دي لعيد الأضحى المبارك وإقامة الصلاة؟ احنا الحمد لله بقالنا شهر بنستعد للاحتفالية الضخمة دي كلها. احنا كنا حابين نفرح الناس، الناس محتاجة تفرح. كنا حابين نوصل رسالة مهمة قوي من وسط الإسكان الاجتماعي. المنطقة اللي حضراتكم شايفينها ديت كانت من 3-4 سنين بس عبارة عن صحراء، النهاردة زي ما حضراتكم شايفين بيصلي فيها أكتر من 35 ألف مواطن، والحمد لله إن احنا قدرنا نفرحهم ونعمل لهم احتفالية كبيرة بالشكل ده. عاملين لهم كل حاجة مجانا، أكل، مشروبات، ألعاب، أطفال، كل حاجة مجانا. الحاجة اللي مفرحاني شخصيا إن مجتمع مدينة بدر بالكامل شارك في الاحتفال والبهجة اللي انت شايفها ديت والفرحة دي كلها. مفيش أي حد في المجتمع المدينة سواء من جهات مسؤولة أو مجتمع مدني أو شباب المدينة أو أحزاب أو جهاز مدينة أو مجلس أمنا غير إن هو شارك. حضرتك شايف الجهود الأمنية اللي معانا بايتين معانا من الساعة 12 بالليل، احنا في الساحة دي موجودين. الحمد لله فرحنا الناس كلها، ويا رب يا رب نفرحهم أكتر من كده. ونفسي إن كل مدن مصر تاخد النموذج ده وتبتدي تطبقه، لأن الشعب المصري محتاج يفرح. زي ما حضراتكم شايفين البسمة على وجوه الناس، بشوية حاجات بسيطة بنتكاتف مع بعض بنعمل كل الحاجات اللي انتوا شايفينها ديت، والناس بتفرح وبتتبسط. ودي رسالة مهمة قوي من داخل الإسكان الاجتماعي، من مكان اللي افتتح فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الإسكان الاجتماعي لأهالينا البساط. حضرتك شايف الفرحة عاملة ازاي؟ حضرتك شاركتني في الفرحة، وانا واقف مبسوط وفخور بده. ويا رب يا رب يفرح شعب مصر ويكون عيد سعيد علينا وعليكم كلنا. مهندس عمرو فتوح، يمكن التنظيم كان اكتر من رائع. احنا حضرنا معاك طبعا من قبل صلاة العيد يعني، او من بعد صلاة الفجر تقريبا، وكان التنظيم رائع ومنظم بشكل كبير جدا. كلمني عدد المواطنين اللي قدرتوا يتم استيعابهم هنا في الساحة اللي تم تجهيزها وتنظيمها منذ طبعا ايام طويلة زي ما ذكرت. كلمني ازاي عدد المواطنين اللي ممكن يكونوا شاركوا هنا في صلاة العيد الساعة 6:30 صباحا، وكمان هم جم يمكن بعد صلاة الفجر وبدأ المواطنين يتوافدوا بأعداد كبيرة لغاية ما وصلنا للأعداد الكبيرة، وزي طبعا مع عدسات الكاميرا قدرنا ان احنا نصور صلاة العيد من على مكان مرتفع، وقد ايه كان التنظيم رائع. عدد المواطنين اللي قدرتوا تستعبيهم قد ايه خلال الساحة؟
احنا يمكن الحمد لله وصلنا اكتر من 35,000 مواطن، ويمكن يكون اكتر من كده لان في ناس كانت ما بين العمارات وفي الشوارع. الحمد لله احنا كان معانا من شباب المدينه اكتر من 250 شاب بينظموا الاحتفاليه ديت، غير الجهات المسؤوله عن الاحتفاليه وسواء الالعاب او الدي جي. الحمد لله احنا وفرنا مواصلات مجانيه لكل سكان المدينه من جميع الاحياء، شغاله من بعد صلاه الفجر لغايه ما هتروحهم ان شاء الله، وحتى الاتوبيسات واقفه هتروح باقي الناس. فالحمد لله في ملحمه هنا اتعملت عشان نطلع بالشكل ده. الحمد لله انا يعني السر في الشباب، انا حابب اشكر شباب مدينه بدر هو اللي ساعدنا ان احنا نعمل كده. ورساله مهمه قوي، الشباب لما بيحط ايده مع المسؤولين بنطلع بالحاجه الجميله والمشرفه اللي حضرتك شايفها دي. فعلا زي ما قلت في عدد كبير من المتطوعين شاركوا في تنظيم هذه الفعاليه وهذا الحدث الاكثر من رائع في اول ايام عيد الاضحى المبارك، وطبعا تنظيم صلاه العيد. خلينا نتعرف اكثر على الفعاليات الكرنفاليه والاحتفالات الكرنفاليه، وانا شايف برضو في مجموعه كبيره من الهدايا، وكمان مشهد البلالين اللي بعد صلاه العيد الاضحى مباشره انطلق في سماء مدينه بدر بشكل مبهج كبير. لو زمايلنا في الاستوديو يقدروا يعيدوا مشهد البلالين مرة تانية وهي بتنطلق في سماء مدينة بدر، وكلمنا عن المشهد ده وعن المتطوعين اللي شاركوا في التنظيم وكمان الهدايا الكرنفالية. هو يمكن مشهد البلالين ده عايز اقول لحضرتك احنا بقالنا يومين بنجهز فيه عشان نجهز ونطلع بالشكل اللي حضرتك شفته والشكل المبهج ده كله. وزي ما قلت لحضرتك احنا معانا اكتر من 250 شاب شاركوا في الاحتفاليه. احنا الحمد لله جايبين جميع المأكولات الشعبيه اللي الناس بتحبها، فشار، ايس كريم، بطاطا، ذره، كل اللي حضرتك تتخيله، غزل بنات، كل حضرتك تتخيله موجود هنا وبيتوزع مجانا. جايبين عروض استعراضيه، مارش شو، جايبين ألعاب سحرية، جايبين كمان شباب بيرسم على وشوش الأطفال بحيث إن هم يعني يشاركونا الفرحة. كمان إحنا وزعنا حوالي 2000 تيشيرت مكتوب عليهم العيد فرحة لكل الأطفال وكل الشباب اللي موجودين وحضروا صلاة العيد في ساحة النرجس داخل الإسكان الاجتماعي. الحمد لله يعني احنا لو كنا لاقيين حاجة تانية نقدر نجيبها عشان نفرح الناس دي كنا جبناها. احنا الحمد لله جبنا معظم الفعاليات اللي تفرح الناس، وزي ما سيادتك شايف لسه الفعاليات شغالة، في استعراضات شغالة، في استعراضات نوبية، استعراضات شرقية، استعراضات غربية. الحمد لله زي ما حضرتك شايف كل حاجة موجودة. المهم ان احنا نوصل للناس دي للفرحة والسعادة. احنا كمان عاملين هنا حاجة يا رب الناس تطلقها في كل مدينة. احنا بقالنا فترة اطلقنا والاحتفالية دي تحت اسمها حاجة اسمها صناع السعادة. فاحنا يعني وصناع السعادة دمت مش معروفين، ده مجتمع المدينة كله مع بعضه، الشعار بتاعنا كله صناع السعادة. كل فكرتنا ان احنا عايزين نفرح الناس دي، نساعدها سواء كان في عيد او في اي مناسبة قومية او في اي مناسبة داخل المدينة. احنا حابين وصناع السعادة دمت اي حد بيدخل يشترك معانا، مجتمع مدني، جهات حكوميه، الجميع الحمد لله كان معانا، واي حد عايز يشارك معانا في الفعاليات الجايه. واتمنى يا رب ان كل مدن الجمهوريه تعمل حاجه زي ديت، لان فرحه الناس دي تسوى كتير قوي، يعني تسوى ملايين، واحنا محتاجين الشعب بتاعنا يفرح ومحتاجين الناس تفرح. كل سنة طيب يا باشمهندس، بشكرك شكرا جزيلا طبعا. واحنا شايفين دلوقتي في بعض الفرق بتستعد للطلوع على الستيج لتقديم عدد من العروض الاستعراضيه، زي ما ذكر المهندس عمرو فتوح بعض الفرق النوبيه والتراثيه اللي هتقدم وهتسعد العشرات والالاف من المواطنين هنا من سكان مدينه بدر. مره ثانيه كل سنه وانتم طيبين واهل مصر الطيبين وهم بألف خير وسعادة. عيد أضحى سعيد. إليكم زملائي في الاستوديو مرة ثانية.
نشكرك يا احمد. كان معانا طبعا زميلنا احمد الحسيني، والشكر موصول لضيفك الكريم، وكل سنه وانت طيب، وطبعا كل الناس طيبه. بنتكلم على اكتر من 30,000 مصلي بيحضروا من بعد الصلاه هذا الكرنفال الجميل جدا. شايفين عدد رهيب من الناس قدامنا، كل الاماكن مزينه في مدينه بدر، حتى البلكونات والشوارع وكل حاجه، وعدد مهول من الناس في الحقيقه، رقم كبير جدا جدا. طبعا هي ساحه النرجس زي ما حضراتكم شايفين هي كبيره، وبتستوعب عدد كبير من الناس الموجوده في الحي الخامس في مدينه بدر. بالاضافه لده زي ما بسنت بتقول، الناس واقفه في البلكونات كمان بيتفرجوا على العروض الفنيه، بيستمتعوا بالاغاني، شايفين فرحه، شايفين البالونات. فعلا الناس كانت محتاجه تفرح، ودي مناسبه جميله جدا لانه العيد فرحه، فانه يتم تنظيم هذا الاحتفال بهذا الشكل، انه يستوعب هذا العدد الكبير من الناس ما يزيد عن 30,000 حد من سكان مدينه بدر انه يكونوا موجودين في هذا الاحتفال، فدي حاجه جميله جدا طبعا. كل سنه وكل اهل بدر طيبين وبخير.